نواب بنام بأمنه بين زناتهم. مثل ما بتأمن الناس. أنا عم بأمن مثل ما عم بأمن. أنت بتعبي ولا شبابك بيعبوا؟ حبيبي. بس يخلصوا الناس من المحطات بينزلوا الشباب بيعبوا سياراتنا على قد سقف الموضوع. ما في عندنا مصادر خاصة ولا عندنا محطات خاصة. ما بيمروا شبابك قبل غيرهم؟ ما بنبعت السيارات بس يكون في دور. بس يخلصوا الناس بنعبي سيارات. على الموعد يعني؟ على الموعد. كيف عم تعبي بنزين؟ ها منيح السؤال هذا. والله حقيقة في عندي محطة بنزين أصحاب لإلي يعني بحد بيتي حد سكني. عملوا لك واسطة يعني؟ لا أبداً أبداً يعني دائماً في الصف؟ بالصف لا عم ببعثها السيارة وبيجيبوا لي بكل صراحة يعني. كيف عم نعمل مثل كل هالناس؟ كلها بالليل بالنهار. لا ما عم بوقف بالطابور بس الشباب عم بيوقفوا بالطابور صراحة. ما في واسطة للنائب؟ لا لا الشوفير بيروح على بكرة بيوقف الصف ليعبيه وعبد الله خليها فل قد ما بقدر وما بتنقل كتير صراحة. خفت حركاتنا كتير. كيف عم تأمني هو بنزين للسيارات؟ في عنا موازنة وزارة عم نصرفها بس عم نتعذب كتير لنلاقي بنزين مش انه بنهين. الشباب اللي عندك بيقفوا على المحطة مثل العادة؟ لا طبعا طبعا اكيد. اوقات انا عم بوقف كمان بيني وبين ما عم يعرفوك الناس؟ اوقات هيك اوقات هيك بيقولوا لك شيء؟ لا بشكل عام لحد هلا منيح لحد هلا منيح. طالما انت عم بتسوق كيف عم تعبي بنزين؟ انا بعبي بنزين بوقف بالصف احنا والشباب. اكيد اكيد عم بتعمي بس ما في واسطه. بحط لما تعمي ما في واسطه عم بتعمى. لا حبيبي كيف عم عبي بنزين؟ والله يعني هيدي سؤال مثل الناس مثل الناس. كيف هالناس عم بتعاني وعم توجع يعني... انت بتعبي ولا الشباب اللي عندك؟ لا انا احيانا انا بعبي. انا في الصف والطابور انا احيانا بتجول لحالي بدون شوفير يعني الجمعه سبت احد. الناس هلا بس يشوفوا نائب عم يهجموا عليه ما حدا بيقول لك هلا ما عن حق الناس كمان مقهوره الناس ومحقوله بس كمان عم يعبروا يعني عم ينتقموا من عم ننتقم من بعض يعني. قد ايه فيها سيادتك بنزين؟ فينا نشوف؟ تحت النص يعني فيها بتصور شي تانكي ونص. كيف عم تعبوا بنزين؟ هلا مشكله الشباب ينطروا كثير قالوا يومين بيحاولوا يعملوا بنزين ما قدرنا نامن. هلا انا عاده الجمعه بطلع على الجنوب من هلا الجمعه ما قدرت امن تمويل ما راح اقدر اطلع على الجنوب. عطي مواعيد الجمعه بعد الظهر عندي لقاء السبت الساعه 11 وعندي لقاء مسائي ايضا شعبي يعني كله راح اضطر الغيه اذا ما قدرت من هلا الجمعه. ما في واسطه للنواب؟ ابدا ابدا. انا الشباب اللي معي بينطروا مثلهم مثل غيرهم على المحطات. نقدر نصوره؟ خلي يصور قديش معك بنزين.